مرحبا مشاهدينا الأكارم. بعد دورة السنة على الانتخابات تقريبا ثلاثة أيام انحسم أطول جدل بعد 2003، لكن سؤال أغلب العراقيين هم راح نشوف صراع جديد، صراع المهنية والاستحقاق باختيار الحكومة وكابينة الحكومة الجديدة. بصراحة والله العظيم سؤال مشروع وبمكانه، لأنه نفس هذه السيناريوهات صارت قبل. نيجي لليوم. اليوم الشعب يريد رئيس وزراء أو وزير يكون إنسان قبل لا يكون مسؤول يقعد على كرسي مهم، إنسان يعيش معاناة أبسط مواطن مثل ما جاي نشوف الدول الكبرى والدول العظمى، المسؤول يعيش معاناة أبسط مواطن. فلوس عندنا، موقع استراتيجي عندنا، علاقات خارجية عندنا، هذه كلها مقومات تدفع لنجاح يعني المشروع السياسي اللي بدوره ينعكس على المواطن ونحس بمعاناة المواطن. ما نريد مسؤول محكوم بمكتب أو بمدير المكتب ولا بحزب معين. كلنا طموح أنه يكون وكلنا أمل يكون المسؤول إنسان صريح يعترف بشجاعة في حال فشل، وما يتبختر ولا يحملنا من نية إذا نجح بملف واحد. ولا نريد أعذار يا 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 جماعة، والاعتراف بي 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 بالخطأ، بالتقصير، الانسحاب، هذا يعتبر شجاعة. هو شنو اللي بالمناسبة شنو اللي خلى الشعب محبط 19 سنة؟ ماكو مسؤول رفيع طلع اعترف بفشله، بينما الفشل بالعراق كشفته حتى الأقمار الصناعية وسمع به حتى القاعد بأدغال إفريقيا. المشكلة يا إخوة أنه الشعب ما حصد من مزرعة وعود الحكومات غير الفقر والحرمان. هسه احنا نتحدث عن ما مضى، ما نتحدث عن يوم الخميس المضى وإلى الأمام، لا، نتحدث عن قبل الخميس وما مضى، لأن يعني الحكومات اللي شفناها ما شفنا شيء جديد. حكومة اليوم أو الحكومة المكلفة اليوم ننتظر من عندها، نأمل من عندها أنه تغير وترجع تعرف أنه هذا العراق، هذا العراق. هسه بعد حكومات العهد اللي يسمونه الديمقراطي، اليوم بحسابات المواطن البسيط هي أنه هذه الحكومات الجديدة قد تكون حكومة الفرصة الأخيرة. الوضع ما عاد ينحمل، الأعذار ما عادت مقبولة، الجوع يحز قلوب الناس، بينما الأموال المحرومين منها الناس أرقامها فلكية تروح منا ومنك. بالتالي من حقه المواطن يصرخ كافعاد، من حقه يتظاهر، من حقه يطلع لينزل للشارع وإلى آخره، لأنه حتى الصبر بهذا البلد هم ينراد لصبر، يعني للصبر نحتاج صبر. فنأمل خير ونكون إيجابيين ونطمح، مو من باب التوسل، هذه حقوق المواطنين. ننتظر حكومة بحجم الوعود اللي تتحدثون عنها، حكومة خدمات، مثل ما جاي يقولون احنا جايين بحكومة خدمات، ليس استهداف ولا انتقاص. الحديث مؤطر بالاحترام لكم، ونتحدث عن حكومة قادمة نتمنى أن تكون حكومة خير وبركة. ابقوا معنا مشاهدي. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة من برنامج لعبة الكراسي، الدكتور غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت. سيد دعمي مرحبا بك معي هنا داخل الاستوديو. والسيد سلام حسين، عضو تحالف الفتح عبر تطبيق سكايب، إذا تسمعني سيد حسين مرحبا بك. والسيد النائب شيروان دوبرداني، نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. كاك شيروان مرحبا بك.
كاكشيروان دا تسمعني. السلام عليكم. تمام. خلي ابدو وياك دكتور دعمي بعد تحيه وترحيب مره ثانيه، اسالك السؤال اللي اليوم هو في اذهان كل العراقيين، سكوت 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 من قبل الجانب الصدري. اليوم اكو تغريده، هذا كسر للصمت، ماذا يعني حديث اليوم؟ ماذا يعني منشور اليوم؟ تفضل سيد دعمي. تحياتي اليك، مساء الخير عليك والاستاذ سلام وشروان وجمهوركم. لا، هو استطيع ان اقول ليس كسر للصمت، وانما توضيح للحقيقه. كلمات كثيرة وتغريدات وحاديث، وهنا وهناك من يقول إن التيار الصدري يتفاوض على 6 وزارات أو 5 وزارات أو 7 وزارات، والكل وأغلب الأخوة في الإطار التنسيقي وغير الإطار التنسيقي يقولون ذلك. وربما السيد محمد الشيع السوداني بعث كما سمعنا مندوبا وسيطا لأجل إشراك التيار الصدري في الحكومة، وهذا جزء من مهامه باعتبار أن يذهب بحكومته بعيدا عن الأزمات. يعني هذا أنا بتقديري هو إيجابي في حسن نية أن يرسل حتى يمضي بحكومة لا تواجه عراقيل. اليوم قطع السبيل أمام هذه الحكومة، لأنه حتى منطقيا أنا أقول كشخص، يعني لو اشترك التيار الصدري أنا أول من ينتقد التيار الصدري لو اشترك، لأنه ترك 73 نائب ونائب أول يشترك ب6 وزارات، وأنت تعرف النائب هو وزير، فكيف يعني لا يمكن أن نجمع أو نقبل كأشخاص كمراقبين أنه جهة سياسية ترفض تتخلى عن 73 نائبا وتقبل ب6 وزارات. ليش استقبلت هذه التغريدة أو فهمت على أنها خلي أقول هجوم لبداية أمر؟ هو أيضا هذا باب آخر ربما بداية لتفسير، ولكن التيار الصدري منذ أسابيع هو صمت بعيد، لكن تعليقات الصدر اللي تغريداته تحديدا سيد الصدر وتغريدات محمد صالح العراقي وزير القائد كانت واضحة جدا إنها تشير لحالات ينتقد فيها الجمع الآخر اللي هو يعتبر أحد الخصوم التيار الصدري أو يصف الخصوم، وهناك أوصاف واضحة للتيار الصدري للجهات التي يختلف معها، وبالتالي فواضح أنه لم يتفق ولا يريد أن يتفق ولا يريد أن يشترك، وهو حزم أمره باتجاه المعارضة الشعبية، ولكن لا نعرف متى يستخدم هذه المعارضة، وهل هي مناسبة أن يستخدمها في هذا الظرف أم لا، وهل الجمهور يكون مطيعا كما كان بعد هذه الأحداث المريرة مع شنو الجمهور يكون مطيع؟ يعني أنت تعرف ليس كل المتظاهرين من التيار الصدري، هناك من غير التيار زين، وربما الأحداث الأخيرة وجهت صدمة لبعض الجمهور اللي من خارج التيار الصدري. أيضا لا تنسى الوجود الدولي، الإقبال التأييد الدولي الآن، التأييد الدولي مع تشكيل حكومة الآن كل الدول الخارجية المحيطة وتتفق إيران وتحديدا الاتحاد الأوروبي وأمريكا على أنه لا حاجة أن يدخل العراق في فوضى لغاية الشهر الخامس أو الرابع، هذا الشهر الأيام العصيبة على أوروبا يجب أن تكون العراق، وربما هناك اتفاقات نفط إيران الصدير، العراق يزيد حصته جزء من صفقة أخرى لتشكيل حكومة، لكن الحكومة ستمضي ربما بعد 6 أشهر تبدأ تأييد الدول قد يعني يقل إذا فشلت. كلام آخر في هذا الجانب. خلي أتوجه لسيادة النائب السيد شيروان دوبرداني نائب عن حزب الديمقراطي كردستاني. كاك شيروان مرحبا بك. مرحبا استاذ سيف، حياك الله ضيف عزيز. صار لنا هواي ما ملتقين في البرنامج، اجدد بك التحيه والترحيب كاك شيروان. كاك شيروان، موقفكم خلي ارجع ليوم الخميس الماضي، ما صار لنا هواي تقريبا ما يزيد عن 48 ساعه، موقفكم اوحى بالديمقراط الكردستاني. الرسالة كانت واضحة من قبل الديمقراطي الكردستاني، الصورة اللي رسمت على الديمقراطي الكردستاني قدم الإيثار على مصالحه الحزبوية الشخصية السياسية. سؤال هنا بجنب أخرى، يقال لا أكو مكاسب، أكو اتفاقات ما خلف الكواليس مع الديمقراطي الكردستاني، قدمت إلى الديمقراطي الكردستاني، بالتالي كان الديمقراطي الكردستاني بهذه السهولة وسحب مرشحيه وأبقى على
مرشح اليكتي ليمضي. أنا أتحدث مع نائب عن هذا الحزب وأريد أفهم حقيقة ما يقال، هل هو إيثار بالفعل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني أم هو اتفاق ما خلف الكواليس؟ وأعذرني على إطالة السؤال، تفضل. تحية لك أستاذ سيف ولضيفيك الكريمين ولمشاهدين الشرقية الكرام. طبعا لا توجد أي اتفاق، إنما كان رسالة واضحة من قبل فخامة الرئيس مسعود بارزاني إلى الشعب العراقي وأحزاب السياسية بعد أن انتهى التحالف مع إنقاذ وطن وانسحاب الأخوة الصدريين، وتصور بأن حزب الديمقراطي تحالفيا ضعف أو ليس الدور السياسي في العراق. وأيضا رسالة أخرى كان لكل الكرد والشعب العراقي بأن هذا المنصب منصب للكرد وليس لحزب أن يحتكر هذا المنصب. وذهابنا للتصويت للسيد عبد اللطيف رشيد كونه يمثل الكرد ولا يمثل الاتحاد الوطني الكردستاني، والجميع يعلم بأن المرشح الرسمي وإلى آخر اللحظات. وحتى في جولة ثانية كان السيد دكتور برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، واعتقد رسالة الفخامة الرئيس كانت واضحة للأحزاب السياسية وإذا للشعب العراقي وشعب الكردي في الإقليم وخارج الإقليم بأن دائما الحل والمفتاح هو لدى فخامة الرئيس مسعود بارزاني. وتنازلنا عن السيد ريبر أحمد لمصلحة العراق بصورة عامة ولمصلحة الشعب الكردي. هذا كان رسالة أخرى أيضا بأننا لسنا في بغداد من أجل المكاسب والمناصب، وإنما جئنا متطوعين لنخدم أهلنا في العراق وأن نبدأ صفحة جديدة وتحالفات جديدة لغرض المضي في الحكومة الجديدة وأن يلمس الشعب العراقي بعد فشل الحكومات السابقة. اليوم في أربيل نشاهد هناك تطور عمراني، تطور في الدوائر، تطور في كل مكان. يعني كل ما نأتي إلى أربيل خلال تواجدنا في بغداد خلال أسابيع هناك تغيير في إقليم كردستان. نتمنى من هذه الحكومة أن نشهد تلك التغيير في بغداد وفي محافظاتنا الأخرى العراقية العزيزة الحبيبة، إن كانت في الناصرية، في الأنبار، في البصرة، في الكوت، في العمارة، في كل محافظات عراقية. اليوم شعب العراق حقيقة يعاني معاني، واليوم شعب واليوم العراق ليس بفقير، هناك المليارات من الدولارات موجودة. على الحكومة القادمة أن يستغل تلك الإيرادات النفطية العالية لمصلحة الشعب العراقي وتغيير الحال المواطن العراقي بعد أن يأس وعدم ثقة المواطن العراقي بأحزاب السياسية. وحتى لو ذهبنا إلى انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب فأعتقد سوف يكون هناك صدمة كبيرة من قبل مشاركة المواطنين في حالة الانتخابات القادمة. فحزب الديمقراطي ليس لديه اتفاق سري ولم يتفق مع أحد سوى هذا التحالف إدارة الدولة لغرض المضي وانهاء الاستبداد السياسي وتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات لأهلنا في جميع العراق. السيد البارزاني قال منعنا فرض مرشح الرئاسة من الخارج، من أين هذا الفرض جاء؟ وكيف استطاع العراق اليوم أن يمنع الفرض ويدفع الفرض ويكون رافض للتدخل الخارجي؟ يعني الرسالة واضحة، يعني هناك تدخلات أقليمية ودولية في شأن العراقي وفرض الإيرادات على العراق. وكانت التغريدات السابقة لسماحة السيد مقتدى صدر حكومة لا شرقية لا غربية، فهذا الشيء موجود وواضح. لكن يوم الخميس كان يوم عراقي بامتياز 100%، وكان السادة الزملاء السيدات وسادة النماة كان لهم صوت وأعطوا أصواتهم بكل حرية وشفافية وانتخبوا الكردي ابن العراق وليكون أول كردي بعد الانتخابات. أنه اليوم أخوة في الاتحاد الوطني، يعني بعد أن كانوا يدعمون السيد برهم لكن في النهاية كان الصوت العراقي هو الصوت الأعلى، وتم انتخاب السيد عبد اللطيف رشيد بعد أن وجه فخامة الرئيس مسعود بارزاني بالانتخاب ودعم السيد عبد اللطيف، لأن هذا المنصب هو لمكون الكردي وليس حكر على حزب الاتحاد أو حزب آخر. تمام، خلي أتوجه للسيد سلام حسين عضو تحالف الفتح. سيد سلام ضيفا عزيزا، السلام عليكم إذا تسمعني سيد سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وعلى ضيفيك الكريمين الدكتور غالب الدعم المحترم والأستاذ شروان المحترم وعلى مشاهدي برنامجكم الكريم، وأهلا وسهلا بكم. حياك الله ضيف عزيز. بعلم التنجيم
الفلك وما أعرف إيش الجفور وإلى آخره والماورائيات باختصار، يقولون التقاء نجم مع نجم، قمر مع قمر، فيكون صاحب البرج بهذا اليوم جدا محظوظ. ظاهر التقت نجومكم وأبراجكم في يوم الخميس بحيث صارت ما شاء الله هذه الإنسيابية والسهولة بمضي مرشح رئيس الجمهورية اللي بدوره رشح المكلف الأخ السيد محمد شاع السوداني. لو شلون مشى هالموضوع بعد سنة كاملة بهذه السهولة؟ لك الكلمة، تفضل سيد العزيز. في الواقع فعلا العملية كانت نتيجة مخاض عسير وطويل شابته الكثير من العراقيل، ولكن بالنتيجة لم يكن أمام كل الأخوة الذين كنت أسميهم فرقاء واليوم أسميهم حلفاء ومتآلفين إن شاء الله على مصلحة العراق، لم يتبقى أمام الجميع سوى الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى قواسم مشتركة والتفاهم على صيغة تنقذ العراق وتنقذ الشعب وكل ما موجود من هذا الانسداد السياسي الذي جعل المواطن يخشى على لقمة عيشه وما سيجلب له الغد. لذلك أدركت جميع الكيانات مشكورة سواء الكردية أو السنية أو الشيعية، الجميع وحتى المستقلون بعضهم أدركوا أن الموضوع لا يحل بهكذا يعني التجافي وبهكذا مجرد صراعات أو تغريدات، مع احترامي لكل من غرد. الموضوع يعني أصبح ضرورة حتمية ألزمت الجميع على القبول وعلى الجلوس إلى طاولة الحوار وإلى التنازل، سواء التنازل حصل يعني بين الإخوة في الخندق الواحد أو في الخنادق المتعددة، لكن بالنتيجة اكتسب الجميع. يبدو أن فقدنا الاتصال. في النتيجة الفوز كان من حق الجميع، والحمد لله توصلنا إلى هذا النتاج الذي إن شاء الله نأمل أن يجلب خيرا على الوطن وعلى الشعب، لكون الموضوع بات لا يحتمل، وحتى دول العالم وحتى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الكل حاليا يطالب العراقيون ويطالب البرلمان ويطالب الموجودون بضرورة تشكيل حكومة قوية يمكن التعامل معها، تعيد للعراق هيبته وتعيد للدولة كيانها وقيمتها ومؤسساتها الدستورية. هذا هو الواقع الذي ألزم الجميع، والحمد لله الذي توصلنا إلى هذه النتيجة مع ما سيحمله المستقبل لنا، لكن في كل الأحوال وصلنا إلى الخطوة التي توصلنا إلى طريق إن شاء الله طريق النجاة إن شاء الله. طيب ان شاء الله نتمنى ذلك كمواطنين، بالتالي هذا يعني التفاهم السياسي انعكاساته ايجابيه على المواطن تنعكس خدميا، وهذا المنتظر والمؤمل ان نشهده من السيد محمد شاع السوداني اخ العزيز ابو مصطفى. ارجع لك مره ثانيه سيد سلام حسين، يعني أنا كان المفروض اليوم أحد ضيوفي ولا تهونون جميعا، خلي حتى لو يكون ضيف رابع، إنه من 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 الفراتين حتى يعني أستفهم بعض الأمور على اعتبار إنه هذا الشخص راح يكون قريب أكثر على السيد السوداني، لكن حضرتك أيضا قريب على المشهد وما يدور من حديث خلف الكواليس أو في الأروقة السياسية. أتحدث معك سيد سلام حسين، من وين لازم يبدي من وجهة نظرك السيد السودان؟ شنو الخطوة الأولى؟ شو تحجون وياه؟ يعني الإطار التنسيقي، قيادات الإطار التنسيقي، شو تنصحه؟ شو تقول له؟ يا طريق الزم العصا منين؟ شنو أول خطوة تخطيها؟ تحدث لي بهذه التفاصيل حسب علمك والمعلومات المتوافرة لديك، تفضل. الخطوة الأولى سواء من وجهة نظري أو من وجهة الكثيرين في الإطار أو في ائتلاف إدارة الدولة أن يعمل السوداني على إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية وما يدور حوله، هذا أولا. يجب أن يبتدئ كيف يجعل هذا المواطن يعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي الجديد الذي تشكل بعد يوم الخميس، هذا أولا. ثانيا والموضوع الأهم، على السيد السوداني أن يلتزم بما وعد الشعب به، وأن يأتي بكابينة وزراء، كابينة مهنية، كابينة يختارها بنفسه، وإن كانت هي مرشحة أصلا
عن الإطار وعن كل من يعني حضر إلى البرلمان في هذه الجلسة. شو راح يكون مرشحة؟ شلون تكون مرشحة بنفسه أو عن طريق الإطار؟ نعم. من الواضح أن الحكومة الحالية ستكون حكومة ائتلافية، حكومة يعني مؤلفة من كل الكيانات الموجودة على الساحة الموجودة في البرلمان حاليا. هؤلاء تم الاتفاق على أن يقدموا أشخاص لكل حقيبة وزارية، وعلى الأخ السوداني دراسة سيفياتهم ودراسة إمكاناتهم من ناحية الخبرة النزاهة. زين. يعني من ناحية هذا هو الذي يجب عليه أن يؤديه، وأن لا يرضخ يعني ويلتزم بما يملى عليه من أي كيان كان بما فيهم الإطار. هو الذي سيتحمل مسؤولية حكومته وليست الكيانات. سيقال أن السوداني نجح والسوداني فشل. في الواقع النجاح والفشل سيشار إليه بالإبهام ولا يشار إلى غيره، في البداية إليه هو بالذات. لذلك إن أراد أن ينجح عليه أن يعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية أولا، وثانيا عليه أن يختار كابنته بعناية تامة بعيدا عن أي تأثير آخر. نعم ترفع له أسماء، لكن عليه أن يدقق، وعليه أن يرفض في حالة عدم وجود المواصفات التي تؤهل هذا الوزير لإدارة مثلا التعليم العالي والبحث العلمي أو كذا وكذا. هذا الذي يعني عليه أن يؤديه. أما البقية فهي يعني مطالب شعبية واضحة. يعني الشعب يريد موازنة، إقرار الموازنة والعجلة في هذا الموضوع، مكافحة الفساد، إعداد نظام انتخابي لغرض يضمن حقوق الجميع في الانتخابات، النهوض بالاقتصاد العراقي، فرص عمل للشباب، إعادة هيبة الدولة، الكثير من المطالب. سيدي العزيز ضمن برنامج الانتخابي. أسألك سؤال مهم واللي يدور في أذهان كل مواطن وكل مشاهد الآن. نتحدث عن رئيس وزراء تمرس بالعملية السياسية في أكثر من موقع وفي أكثر من منصب، من محافظ، نائب، وزير مكلف، وزير بالوكالة، والكثير من الوزارات. أكو فترة حتى أني أتذكر كان وزير بالأصالة ووزير لوزارة أخرى بالوكالة، يعني وزارتين بنفس الشهر، هيك كانت المدة قليلة جدا، بمعنى أنه عليه اعتماد. لكن هل سيكون يعني هذه أدوات نجاح يمتلكها السيد السوداني الذي جاء لهذا المنصب اليوم؟ إيش قد بالمئة تتصور راح ينجح مع وجود هذه الأدوات، ولن يفرض عليه مثل ما تتحدث من داخل الإطار أو من خارج الإطار؟ إيش قد شلون تشوف السيد السوداني ومستوى نجاحه في إدارة هذه المهمة؟ من ناحية القدرات الذاتية حضرتك تحدثت، نعم هكذا هو يتمتع بمواصفات يعني يمتاز بها عن غيره، لكن الموضوع في حالة نجاحه أو فشله يرتبط بالكيانات التي دفعت به إلى الأمام، يرتبط بالإطار وإئتلاف إدارة الدولة. على هؤلاء أن يدعموه بقوة وأن لا يتدخلوا بشؤونه، وعليهم أن يتقبلوا سواء رفض هذا الوزير أو قدم هذا الفاسد حاليا هو رئيس. هو هنا أنا أتحدث، هنا أنا أتحدث. راح يكون قادر؟ نعم إن شاء الله هو قوي وبإمكانه في حالة وجود تدخل. أنا أتكلم بعيدا عن الفئوية والتحزب إطلاقا بصفتي عراقي، والحمد لله الأخوة الآخرين قد موجودون عراقيون يسمعون كلامي. الموضوع نجاح أو فشل السوداني يتوقف على عدم التدخل في شؤونه، ويتوقف على إطلاق يده في اختيار الوزراء وفي محاربة الفساد والفاسدين. في حالة وجود وصاية أو وجود أي تدخل في شؤونه، فإن نسبة نجاحه تتوقف على هذا الموضوع. إن ترك له الخيار، أنا لدي ثقة مطلقة بأن هذا الرجل قادر على النهوض بمسؤولياته وواجباته، وقادر بنسبة 100%. لكن في حالة وجود، أستدرك وأقول إن وجد لا سامح الله وهو ما لا نرجوه، فالموضوع هنا يعني لا، هذا سيؤدي قد يؤدي به لا سامح الله إلى الفشل. ولكن إن شاء الله الكل مصمم حاليا، كل الأخوة الموجودين. أنا استمعت إلى كل الكيانات وكل الممثلين يعني استماع مباشر أو غير مباشر، بأن الجميع مصمم على نجاح هذه الوزارة، وحتى وإن كان عمرها قصير سنة ونصف أو هكذا في هذا الرينج الزمني،
لكن حاليا الكل أمام اختبار، وهذا الاختبار إن فشل السوداني يعني فشل الإطار ويعني فشل الكرد والسنة الذين جاءوا به. لذلك نجاح يعني أكو مراهنة، أكو إجماع ومراهنة بداخل الإطار على نجاح المكلف. نعم، والكل وكذلك الأخوة الكرد والأخوة المكون السني الكل متفقون على ذلك، وهذا لا يجعلني متفائل من المستقبل، وإن كنت مطمئن أن الأيام القادمة أيضا سيحصل فيها مما يعيق أو يعرقل، لكن في الواقع عليه أيضا بصفته رئيس الوزراء أن يحسن التعامل مع سواء التظاهرات التي تنزل للشارع أو أي شيء يحصل من هذا القبيل، لكون هذا متوقع. هناك جمهور، ولا يوجد جمهور في كل أنظمة العالم مهما تكن يرضى على حكومته بنسبة 100% إطلاقا، لكن من واجب الحكومة أن تراعي حقوق الجميع وتلتزم بما وعدت به، خصوصا السوداني فيما سيد سلام. سيد سلام، المواطن اليوم يعني مو بس جوعان لقمة، مو بس جوعان أكل، المواطن جوعان وعطشان بسبب جفاف البلد، وأيضا جوعان خدمة. وكلنا أمل، أنا يمكن هاي المرة الثالثة والرابعة أعيدها في حلقة اليوم، كنا أمل بالسيد المكلف اليوم السيد السوداني في تقديم الخدمة للمواطن، وإن شاء الله نشوف الخير. خليني أنا أتوجه لضيفي داخل الاستوديو الدكتور غالب الدعمي. سيد الدعمي، وجهة نظرك مش تتصور خطوة الجانب الصدري القادمة، يعني شنو شكل الخطوة القادمة؟ أم البقاء على نفس الهدوء والسكوت؟ وأيهما أفضل، الهدوء والسكوت ونشوف وعود الإخوة في الإطار تشكيل حكومة خدمات والمضي إلى الأمام، لو إن وقلنا هاي الفرصة الأخيرة، لو أيضا مناوشات وخلافات تولد اختلافات وإلى آخره؟ تفضل دكتور. أنا أتوقع المشهد يستمر، المناوشات والخلافات والصراعات والإقصاءات والاتهامات والتهميش وإلى آخره، أعتقد يستمر. هذا مشهد سياسي، ليس بالضرورة أن يكون بين التيار والإطار، لا، ربما بين داخل أطراف الإطار. ليش؟ يعني إحنا هسه الرجل ده يقول لك كل الإطار داعمين السيد السوداني. هذا كلام، هذا كلام الحقيقة كلام. وأكو طبعا أكو رغبة داخل الإطار، رغبة حقيقية لدعم السوداني، وايضا اكو رغبه حقيقيه للاطار وللسودان تحديدا بان يقدم شيء عكس الاخر، لانه اكو تحدي بالموضوع. تحدي الان اليوم الحكومه ما بها عنوان اخر، حكومه اطار. فشل اطار، نجاح اطار، هذا التحدي. لكن انا بتقديري المصالح داخل الاطار حينما تتوزع الكابينه الوزاريه ايضا ستبرز، وبالتالي ستكون هناك خلافات. اذا التحدي الاول هو طبعا مرتبط بتيار صدري، وأساس أجيك عليه. التحدي الأول هو هل يستطيع السوداني مواجهة تحدي الإطار وفعالياته وأحزابه؟ هل يستطيع؟ فهو عنده، شوف، إذا تربط حديثك بتوزيع الكابينة الحكومية والوزارات، أنا عندي معلومة ونتأكد من صحتها من السيد سلام بعد ما أرجع له طبعا، إنه الكابينة جاهزة ومكملة ومقسمة. لا أبدا ما أقصد الكابينة، لا، هم التحدي الأول هو انتخاب الرئيس وتكليف النائب، زين، رجل مدى تكليف رئيس الوزراء. لا، قبل قليل تقول راح تبرز المشاكل. لا، أنا أقصد تحدي ما بعد التصويت. تحدي واضح. شوف، الوزارة من تستمر تظهر المصالح تتضارب. هناك تعهدات للإطار لكردستان، هاي ما راح تمشي 100%، لأن سبق وأن أعطيت وعود لكردستان وهم يقولوا كردستان لم تنفذ من عام 2003. فإذا كانت اتفاقية 2010 تقصد كلها، حتى ب 2005. فإذا كانت دستورية لماذا لم تنفذ؟ وإذا كانت غير دستورية لماذا يطالب بها كردستان؟ يجب أن تحل حتى نمضي، إذا نريد نبني شعب. أيضا عندهم مشكلة مع المنطقة الغربية، ونرجع لداخل إطار أيضا تحدي كبير للسوداني. فهو أما يذهب بإرادته، إذا أراد يفرض إرادته فقد لا يتفق مع إرادة الإطار كليا، وإذا ذهب باتجاه إرادة الإطار قد يضعف هو شخصيا أمام رغبة الشعب. التحدي الآخر هو التراكمات الكبيرة التي استلمها من 2005 لليوم، كلها سيتحملها. التحدي الثالث هو التيار الصدري، هل يستطيع السوداني بطريقة وبأخرى إقناع
جمهور التيار الصدر الغاضب يعني هناك رؤى داخل الإطار، بعض الرؤى داخل الإطار تقول نمضي وليكن ما يكن ولا يهم عدد الذين يظهرون وعدد الذين. زين إقناع جمهور الجانب الصدري بشنو؟ يعني الرجل هو انسحب من داخل مجلس النواب، الظاهر وصل رسالته وسحب جمهوره. هاي أنت تقول هكذا، أنت تقول هكذا، والإطار يقول هكذا، وإرادة الدولة والآخر يقول هذا، لكن الواقع. هم يقولوا التيار الصدري يقول انسحبنا تحت ضغوط كبيرة، واليوم هذه التغريدة أيضا جزء من كلام موجه للتيار الصدري. أنا ليس بمورد الدفاع ولكن بمورد حل مشكلة. اليوم احنا نقول نريد حكومة خدمات وحكومة حل أزمات، فإذا كانت هذه الحكومة قادرة على تصفير الأزمات شعبيا خدميا في كل ملفات، عندنا ملفات كثيرة هائلة، أكيد حتى جمهور التيار الصدري يعني باعتقادك هو عنوان الإصلاح، هكذا هم شعارهم. فإذا استطاعت هذه الحكومة بلوغ الإصلاح ولوج الإصلاح، أعتقد تضعف حجة التيار الصدري في مقاومة حكومة السوداني. وإذا حكومة السوداني انغمست في إقصاءاتها ضد التيار الصدري وبشكل أو بآخر، تعرف أنت الآن الشخصنة داخل العملية السياسية العراقية أكثر من العقلانية والتصرف بحكمة، لا دائما عندنا ردود أفعال، ردود أفعال واضحة، حتى في كذبة نيسان أحد الزملاء عملها مع رئيس برلمان سابق وكان فعاليته كبيرة، فقال له لا أنا أمزح معك هاي من عندي، فقال إذا شوف هاي مستوانا السياسي يعني تأثر بكذبة. إذا فشوف إن هل يستطيع تحديدا السوداني أن ينجح ويتجاوز الأزمات؟ أنا أقول لك هناك تحدي محلي إقليمي دولي، والأهم هو تحدي الخدمات. هل يستطيع توفير الكهرباء في سنتين أو ثلاثة؟ بالمناسبة لا رغبة لدى إدارة الدولة بإجراء الانتخابات، أقول لك لا الإطار ولا السيادة ولا كردستان، يريدون حكومة تمضي لمدة 3 سنوات وشهرين، ما تبقى لهم من عمرها ليس 4، 3 سنوات وشهرين. خلي بس أقاطعك، يعني كل الاحترام لك وأنت عزيز علي تعرف مكانتك، لكن أعذرني ليش كلامك تشاؤم؟ كل الاحترام لك، قلت لك أكو بي نوع تشاؤم. هسه الرجل السوداني مراهن يعني، أو خلي أوضح وصفي، متشبث به من قبل ظهيرة الإطار لخمسة أشهر وما يزيد عن 5 أشهر. إذن هنالك رهان على أن ينجح رجلهم، هذا رجلهم مرشحهم السوداني. يضاف لذلك أنهم هم عندهم شعار مثل ما تيار الصدر شعار الإصلاح، شعارهم هم حكومة خدمات. ما شفنا شيء منه حتى إحنا نتوقع هالتوقعات القادمة. أنه أن تقول الحقيقة والآخر يقول لك متشائم، فهذا له لك الحق أن توجه لي التهمة بأنه متشائم. أنا قلت لك الحقائق، قلت لك إذا خرج من جلباب الإطار إلى جلباب الوطن فسينجح ويحظى بدعم كبير، وإذا استطاع الإطار خنقه وجعله في داخل جلبابه لن ينجح وسيفشل كما فشل الذين سبقوا. هذه واحد. النقطة الأخرى، الإطار يتميز في حاله أنه يدعم ويتمسك بكل من ينتمي إليه، كان على حق على باطل، دعم المالكي وتمسك به، دعم العبادي وتمسك به، دعم حيدر العبادي وتمسك به، عبد المهدي، وللآن يحن ويئن لعبد المهدي. ولكن هل نجحت الحكومات السابقة؟ أكو كثير يقولون الفشل في حكومة الكاظمي. طيب قبل حكومة الكاظمي مثلا كنا مثل دبي، وجاء الكاظمي جاب بلدوزرات وهدمها. هو العراق من 2003 اليوم، وحتى قبل 2003 كان بهذا المستوى، فشل إداراتنا المحلية في أن تصنع بلدا مستقرا. لو كانت ماضيه بي يعني تاخرت على ضيفي الدوبرداني، انطيك حقك من الوقت كاك دوبرداني، لو مضت بيد الجانب الصدري الاخوه في التيار الصدري، من يقول ستنجح؟ هو هذا اللي لم اقل يوما. انا هذا اللي اريد اساله، اسمح لي، لم اقل يوما. نفس الشيء، سنة ونص يريد يلحق، اجاوبك على السؤال. سنة ونص راح يرجع المياه المجاريها، اقصد الحقوق المائيه، الكهرباء، غيره. ضروري اجاوبك، وهذا الجواب لم يختلف عندي ولا يوم خالفت هذا الجواب. زين، دائما اقول ان ليس مؤكدا بنجاح التيار الصدري لو حكم الاغلبيه، لكن حاله واحده اقول لك ان الاغلبيه لو كانت سواء للاطار او للتيار، هو انه نضمن جهه تحكم وجهه تراقب، وبالتالي تقوض الفساد وتؤدي الى الحكم الرشيد. هذا الذي ادعوه دائما من حيث الاغلبيه. اما تقول لي ان التيار الصدري سينجح، لا، هو ادواته نفسه، وهو مخير معرض للفشل او النجاح. وكذلك حكومه السودان الان ممكن ان تنجح، فان نجحت لا
لا أعتقد منصفا في العراق وبما فيه التيار الصدري سيكون ضدها. وسؤال إجابة أخيرة قبل أن أتركك أن تذهب إلى ضيفك العزيز. أربيل بنت عشرات المشاريع الاستثمارية دون أن تدفع درهما واحدا من جيبها من موازنتها. ليش إحنا ما نقدر نبني عشرات المشاريع من دون أن ندفع؟ نستطيع، ولكن ذهبنا البيت اللي بكردستان بربيل 90 مليون، بغداد مليار دولار دينار. ليش؟ لأنه الكوبشنات الكربشن فساد الكبير اللي رافق مشاريعنا، اللي خلى بسمايه 60 كيلو عن بغداد البيت بها 120 مليون هو كلفة 40 مليون على الدولة. ليش؟ كربشن، هذا كله فساد. إذا هذه المشكلة، هل تستطيع حكومة السيد السودان ويتمنى لها النجاح أن تنجح؟ أمنيتي أن تنجح، ويا ريت أن تنجح، ولكن تأكد لن تنجح إذا بقيت في جلباب الإطار، إذا طوق من الإطار. لا، يجب أن يدعموه ويتركوه أن يتصرف باتجاه خدمة العراق والنظر إليه كعراقي وليس إطاري. خلي أتحدث مع السيد شيروان دوبرداني عن نفس التساؤل، خلي أخذ الرأي المقابل. يعني هسا تحدثت مع شخص يعني عضو في تحالف الفتح بالجانب الإطاري، أيضا داخل الاستوديو شخص محلل سياسي. أتحدث مع السيد الدوبرداني، سياسي نائب أكثر من دورة، عينك السياسية، رؤيتك السياسية، وسط هذه التحديات وحديث المعاء وحديث الضيد، سيف يمتدح حكومة السيد السوداني متفائل، سين من الإعلاميين غير متفائل، وسط هذا اللغط والفوضى بالكلام والوصف، كيف ترون أنتم الإخوة في الديمقراطية الكردستاني، كيف ترون أدوات السيد السوداني؟ ما مستوى وإمكانية نجاحه على الأقل في السنة ونص أو السنتين إذا أراد يهيئ الانتخابات مبكرة أخرى؟ تفضل سيد الدوبرداني. طبعا أحد لا يختلف بأن أمام السيد السوداني تحديات كثيرة وكبيرة في المرحلة القادمة. هذا واضح. اثنين، الأمر الآخر تفضل بي دكتور غالب، يعني هناك كثير من الاتفاقات السابقة اللي دائما يذكرها حكومة داخلية كردستان ويطالب بها دستوريا وقانونيا. بعد كل حكومة تتشكل في إقليم كردستان وعلى يد الرئيس بارزاني تتنصل الجهة بتلك الاتفاقات وتطبيقها. اليوم أكيد السيد السوداني ومن خلال جولات التفاوضية الأشهر السابقة وتشكيل ائتلاف إدارة الدولة كان له وجود وحضور يومي، وبوجود القيادات السياسية ورجل كان ميداني معهم في كل جولة في كل نقطة من خلال الجولات التفاوضية، إن كان في أربيل في سليمانية في بغداد، ومطلع على جميع المشاكل الموجودة وذكرها أمامنا في كافيتيريا مجلس النواب أثناء لقاءنا معه، وما تكلم عن برنامج الانتخابي وذكر من كثير من المشاكل. تمام. هي مشاكل فنية ونستطيع أن نحل تلك المشاكل، خاصة خلافات ما بين الأقليم وبغداد، ومشكلة الكبيرة الأساسية هي مسألة النفط، يا سوف تحل من خلال هذا حديث السيد السوداني النفط. هذا تقصد حديث؟ نعم. أي نعم. زين. فمن خلال قانون النفط والغاز، وقال لقد التقيت مع كثير من المعنيين في وزارة النفط ومسألة وجود ممثل للكرد في شركة سومو، وهذا حق للأخوة الكرد أن يعلموا ماذا يحدث في شركة سومو وتصديرات النفط. قال كثير من الأمور هي فنية نستطيع أن نحلها، أيضا بإضافة إلى أخوة في الطرف الآخر، مشاكل غربية، مشاكلنا في محافظة نينوى، بعض التحفظات على وجود بعض القوات، هذا كلها يعني كان له معلومات كاملة ووافية، وكان متواصل مع كل قيادة وحاضر معظم إن لم يكن جميع الاجتماعات والحوارات التي حدثت بين أحزاب السياسية. المس من حديثك، إدارة الدولة، المس من حديثك تفاؤل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرشح السيد محمد الشاع السوداني اليوم؟ وجود احنا نتفائل في حال الالتزام استاذ سيف. نعم. نتفائل بالسيد السوداني في تطبيق الاتفاقيه التي تم توقيعها بين
الأحزاب والكتل السياسية في ائتلاف إدارة الدولة، من ضمنها من إجراء انتخابات لمجالس المحافظات خلال فترة 6 أشهر، مشكلة كركوك، مشاكل مادة 140، النفط والغاز، مشاكل الأخوة الباقين، حتى لدى المكون الأخوة الشيعة أيضا هناك بعض المشاكل ضمن ما تفضل ضيوفك الكرام. يعني اليوم يعني احنا نقول بالعامي الله يكون بعون السيد محمد الشيعة السوداني، يعني تراكمات 19 سنة نجي نريدها بليلة وضحاها أن يطبق جميع تلك، وهناك تحديات كبيرة من قبل الشارع العراقي، من الموازنة، مسألة الظروف الاقتصادية، مسألة دول الجوار، اعتداءات اليومية متكررة من قبل تركيا وإيران على أقليم كردستان ومحافظات أخرى، اعتداء على سيادة العراق، مسألة المياه، يعني أمور كثيرة. لكن بالمقابل بالمقابل جداً. بالمقابل اليوم التشكيلة السياسية الدستورية القانونية النيابية إلى آخره كلها صديقة للجانب الإطاري، بالتالي ليش ما ينجح بمهمته هذه؟ انطيني اليوم أكو جهة يعني تختلف مع السيد السوداني داخل مجلس النواب مثلا، أكو أوكي بس هم قليلين، ما مو مثل الحكومات الماضية يعني فريق مختلف وفريق راضي، خلي أقول 10 بـ10، 10 مختلفين قابلين 10 رافضين لأي تحرك من قبل رئيس وزراء. اليوم السيد السوداني عنده مقبولية من قبل كل الكتل، عنده مقبولية من أغلب الأحزاب، بس أوكي الجانب الصدري إحنا فاهمين ووضعه فاهمين، لكنهم الناس اعتزلوا السياسة وهم خارج العملية السياسية اليوم. تفضل كاك السيف. إذا أحزاب السياسية التجأت كالسابق إلى مصالحها، مصالح الحزبية والفئوية، وأتوا بشخصيات إذا كان عليه شوات فساد أو فرضوها على السيد السوداني بكل تأكيد سيكون فشل الحكومة. أنا أتكلم عن حزب الديمقراطي الكردستاني، يعني دعم بقوة للسيد السوداني، وكان ضمن الاختيارات اللي موجودة أنه لا اعتراض على ترشيحه في لرئاسة مجلس وزراء، وسوف ننتظر الأيام القادمة والتصويت على برنامج الحكومي والتزام سيد السوداني باتفاقات اللي تم توقيعها والوجود الموقع من قبل الأحزاب السياسية. لكن هنا النقطة الرئيسية مثل ما تفضل دكتور غاوة، أتفق معه 100%، هل سوف يتركون الإطاريون السيد محمد الشياع السوداني بالذهاب إلى الفضاء الوطني والخروج من الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة فعلا مهنية تخدم الشعب العراقي والبرنامج الحكومي بعيد عن الأحزاب وهو جزء من هذه الأحزاب، لكن نتكلم عن عمله كمهنيا ويكون له القدرة والقوة في إدارة الدولة بعيدا قليلا عن فرض على سيد السوداني وخاصة بالمصالح التي جميعنا يعلمها، هل يستطيع مواجهة الدول الإقليمية في إيقاف الاعتداءات اليومية على سيادة العراق؟ هذه كلها تحديات أمام السيد السوداني، لكن هناك أيضا دعم من قبل الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب وخارجها لغرض إنجاح السيد السوداني خلال الفترة القادمة. تمام، خلي أتوجه للسيد سلام حسين. سيد سلام، والله يعني ضيوفي سواء كاك شروان من أربيل، دكتور الدعمي، كلامهم واقعي، خلي أصيغه لسؤال بس أطلب من جنابك العزيز أنه يعني أخرج عن الإطار فقط بدقيقة سؤالي، بثواني سؤالي، دعك من الإطار، أنت لست بداخل الإخوة في الإطار ولا بتحالف الفتح، كن صديقا لهم وافهم سؤالي. كيف ترى شكل الدعم الحقيقي؟ أنا ما أريد دعم فقط أنه من باب العناد السياسي أو من باب فرض الإرادة السياسية أو من باب أنه أمشي المرشح مالتي لهذا المنصب لكرسي رئاسة الوزراء، لا لا، كيف ترى الدعم الإطاري إلى السيد محمد الشيع السوداني؟ كلام الأخوة الضيوف صحيح، إذا استمرت فرض استمر الفرض واستمرت تدخل الإيرادات بعمل السيد الشيع السوداني واستمر هذه الأمور، يعني بالتالي الرجل راح يكون الإطار نفسه معرقل لعمله ولنجاحه. أنت كيف ترى شكل الدعم؟ هل سيكون حر بتصرفه كما قال هو؟ هل سيكون حر بخطواته واستخدام أدواته؟ تفضل سيد سلام.
نعم، وانا ايضا اثني على كلام اخويا يعني. بس انتوا هسه احنا اتفقنا انه حضرتك لست بالاطار. نعم انا حاليا اتحدث بصفتي عراقي، وان شاء الله انا هكذا سواء كنت في الاطار او الفتح او لم اكن، انا هذا واقع حالي، اللي يعرفني يعرفني ان شاء الله وانتم اخوتي. الموضوع نجاح السوداني او فشله يرتبط بمدى اطلاق يده وحريته في الاختيار. هذا الموضوع هو طلبه من البدايه. محمد الشيعة السوداني طلب ان يكون له كامل الحريه، تكون له كامل الحريه في اختيار كابينته الوزاريه، هذا هو سر النجاح. والكل وافقوا على ذلك، ان يقدموا شخصيات اربعه خمسه الى هذه الحقيبه، اربعه خمسه الى تلك الحقيبه، ليحتفظوا بحقهم الدستوري وحصتهم الانتخابيه. وفي نفس الوقت هذا لم يعمل به سابقا، ان يعطى لرئيس الوزراء الحريه في ان يختار من بين يديه، وحتى ان كانوا جميعا لا يصحون يرفضهم ويطالب بالغير. هذا هو سر النجاح. على هذا انا اراهن. هسه هذا حديث وهذا حديث اني شخصيا مواطن اني اعتز به واحترمه، هذا يعني بمنتهى المهنيه والديمقراطيه والتكنوقراطيه، لكن هذا يصير، هذا يمضي، هذا ما راح تدخل به الامزجه السياسيه، ما راح يدخل به الطمع السياسي من قبل الاحزاب، بعض الوكالات اللي عيون الاحزاب عليها، اماكن وكاله لهذه الوزاره، وكيل لهذه الوزاره، مشينا هذا الوزير، مشينا هذا الوكيل. أنا من حقي أتساءل هذه التساؤلات، إحنا بعدنا ما شفنا شيء من الرجل، لكن نطمح نتمنى، لذلك نسأل هذه الأسئلة. تفضل سيد سلام حسين. هذه الأسئلة منطقية، وفي الواقع هذه الأسئلة تدور في الشارع. اليوم الأطروحة الحزبية، تكاد تكون سقطت في العراق، مع كامل احترامي لكل الأيديولوجيات الموجودة على الساحة حالياً. حالياً الأطروحة الحزبية عليها أن تدافع عن نفسها، لذلك من هذا المنطلق، وخصوصاً التجارب السياسية الفاشلة التي مرت على المواطن العراقي، تفرض على كل الكيانات، حتى لا سمح الله وإن كانت يعني تحمل في داخلها شيء مما يعاكس، عليها أن تتوقع وتنظر إلى أن الشعب يراقب في هذه المرة. الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة على السوداني أن يتجاوزها، وواحدة وهي أس المشاكل من أن كان التدخل الكتلوي أو الحزبي أو في شو فاسد أو ذاك، هذا التدخل يجب أن ينتهي في هذه المرحلة. لذلك سر نجاح السوداني في هذا موجود لكون الكل أدرك أن موضوع التدخل سيربك العمل، وسيضع السوداني في قائمة أخرى غير التي يرجوها. لذلك نجاح السوداني إن شاء الله سيكون مضمونا لكون الكل أدركوا أن القضية اليوم هي قضية الأحزاب كلها على المحك، والكيانات كلها على المحك، والشعب أدرك أن سبب فشل وتلكؤ الحكومات السابقة في تنفيذ واجباتها تجاه المواطن هو التدخل الحزبي في شؤون الوزراء وفي شؤون رئيس الوزراء والدفاع عن الفساد والمفسدين. اليوم السوداني هو من يفرض وهو من يقول نعم أو لا على الكيانات، وهذا ما تم الاتفاق عليه، أن تقدم له وتدعمه في البرلمان وفي الحكومة، وأن لا تلتزم أي فاسد سواء كان من هذا الحزب أو ذاك. وإن شاء الله سنشهد في القريب العاجل الشروع بتقديم الفاسدين إلى القضاء، وسوف تلاحظون هناك الكثير ممن ينتمي إلى الإطار أو التيار أو الكرد أو السنة سيقدمون إلى المحاكمة، وسيكون هذا أول دليل نجاح ودليل براءة ودليل على أن السوداني فعلا ملتزم ببرنامجه. بالمناسبة لا علاقة لي بالسوداني لا من قريب ولا من بعيد. لحظة هذا كلام مهم فيما يخص تقديم الفاسدين، وكلام خطير. خلي أقول أنا أرجع لك بنفس التساؤل، خلي يكون سؤال مشترك أسأل بداية ضيفنا سيد من الفتح.
هذا يعني كلام سابق لأوانه، رجل بعده مكلف ما شكل كابينة حكومية، يعني شلون أكو قائمة تقول قوائم من الفاسدين، هالقوائم شنو؟ هذه معلومة، هذا التكهن، هذا تحليل حديثك، كنت عالي الثقة بنفسك بتقديم هذا التصريح، تفضل سيد سلام. نعم الرجل قدم برنامجه والتقى بعيدا تحدث لي عن قائمة الفاسدين، هاي القائمة حصرا. نعم ايه؟ هو نتيجة دراسته للواقع، وحاليا لديه رؤية كاملة عن كل الفاسدين والمفسدين الذين عليهم علامات استفهام ودلائل، وفي برنامجه الانتخابي وفي برنامجه الحكومي القادم بعد أن يشكل الحكومة إن شاء الله سيشرع بهذا الموضوع، ويسد لكون هذا مطلب جماهيري، هذا مطلب التيار الصدري ومطلب شباب تشرين ومطلب كل الشعب العراقي. عليه أن يثبت نزاهته وهو نزيه، لكن عليه أن يطبق هذه النزاهة بمحاسبة الفاسدين، وهو مصر على ذلك ومصمم، وهي فقرة أساسية في برنامجه الحالي. أنا لا أنطلق من فراغ ولا يعني أجيب شيء لا يعني لا يدري به أو لا يعمل به. هذا الموضوع هو مصمم عليه، وهو واحد من أسباب نجاحه سيكون إن شاء الله. البعض يتحدث أوكي الوقت نفذ، خلي أستثمر فرصة وجودك ضيفي العزيز. البعض يتحدث عن إنه التشكيلة الوزارية كاملة أو ستقدم، خلي أصيغ أفضل، ستقدم خلال اليومين القادمات، هذا صحيح؟ لا هناك يعني ما لا يقل عن أسبوعين. هذا الذي متفق عليه، هي خلال أسبوعين قد تكون يعني 5-6-7 إلى 14 يوم. في هذه الفترة هو سيقوم بدراسة سيفيات ويعني الماضي والحاضر والخبرة والكفاءة لكل المتقدمين للحقائب الوزارية. لذا والتشكيلة الحكومية لا غير جاهزة لحد هذه اللحظة. هذا كلام قد يكون لا أعرف، يعني مجرد قد يعني أطلق البعض للتسابق الإعلامي. لا توجد هكذا أصلا، هكذا موضوع غير موجود لحد الآن. الرجل حاليا بصدد دراسة كل المؤهلين والمتقدمين لهذا الموضوع من خلال الكيانات الإطار أو الأخوة الكرد أو الأخوة السنة. أتوجه بتساؤل أخير الدكتور غالب الدعم، نفس التساؤل قلت لكم، ما يكون التساؤل مشترك فيما يخص قوائم الفاسدين. الرجل سلام حسين يعني تحدثها بثقة عالية كأنه حتى قاري هذه القوائم. أنا ما أتحدث بالنيابة عنك سيد سلام حسين، لكن شوف يعني أوحيت لي بطريقة كلامك. هذا ثاني لقاء لي مع أستاذ سلام. زين، حقيقة إنسان طيب جدا ويتكلم بروح حقيقية، هو عن نفسه يتكلم. جدتك نجمة. مو عن، لا أقولها إلي، هاي نيوز وياه. يتكلم عن اللي بقلبه، لكن أنا أقول لك حقيقة ما قاله السيد علي الأديب في لقاء تلفزيوني. قال إذا ألقينا القبض على الفاسدين ستنتهي العملية السياسية، بمعنى حجم الفاسدين أكبر من أي مرشح ومكلف ورئيس وزراء. أنا أسأل الذي جاء في عام 2003 هو لا يمتلك سيارة، والآن يمتلك 10 مصارف أو 100 شركة استثمار أو شركات قابضة أو لآخره. من أين هل يستطيع تطبيق قانون إليك هذا؟ لكن أقول وأتفق، يعني طبعا أنا أشتغل في النزاهة سابقا، ما لي أنا في النزاهة للتاريخ وجودي بالنزاهة ملف على السوداني، هاي حقيقة أقولها أنا. لكن الكلام كثير يقال، لكن أنا أتكلم بالوثائق. ما عندنا ملف بالنزاهة حين وجودي بالنزاهة. عظيم. زين، لكن هاي هم نقطة تحسب إليه. طبعا سيقوض الفساد، نعم أقول نعم، لكن سيقضي على الفساد لو 1000 رئيس وزراء بالعراق ما يقوضه، لأن الفساد أصبح مافيا كبيرة جدا مرتبطة بمافيات كبيرة أكبر من أي رئيس وزراء. هي تنصب رئيس الوزراء، هناك شبكات فساد واسعة. لذلك نتأمل أن يقوض، نعم يقوض. عنده رغبة في البناء، نعم سيحقق نجاح، سيحقق بعض النجاح. لكن أن تقول لي أن ينقلنا إلى حالة كبيرة، لا، محفوف بالمخاطر وأمام طريق طويل، ونتمنى كعراقيين أنه أن ننهض ولا نبقى أضحوكا لدولة الجوار.
الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، أشكرك الشكر الجزيل. السيد سلام حسين عضو تحالف الفتح، كنت معنا عبر تطبيق سكايب، شكرا جزيلا لك. كاك شروان دوبرداني النائب عن حزب الديمقراطي الكردستاني، سيادة النائب شكرا لك أيضا لتواجدك وإيانا في حلقة هذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن الإصغاء والمشاهدة، إلى اللقاء.